تستعد الإمارات لإطلاق مسبار الأمل حاملاً أحلام ملايين الشباب العربي في رحلة علمية واستكشافية لكوكب المريخ. مهمة إماراتية واعدة تضيف إلى رصيد دولة الإمارات إنجازاً جديداً في مجال الفضاء. ستة وسبعين الوالد الله يرحمه استمع مع خبراء ناسا وكان هذا طموحه، واليوم نحن عياله وياكم قاعدين نحقق هذا الحلم. جهودك براشد وهمتك، الحدث هذا ما كان بيحصل لولا اهتمامك انت عزيمتك. انا اودي اني اشكرك باسمي وباسم كل اماراتي محب غيور على هذا الحدث وهذه المناسبة. مغادراً كوكبنا الأزرق في طريقه نحو الكوكب الأحمر المغلف بالأسرار. بنغادر مهمة إلى جميع الفرق، تم التواصل مع مسبار الأمل بنجاح. أكرر، تم التواصل مع مسبار الأمل بنجاح. الناموس، الناموس يا شباب، ألف مبروك. بعد إتمام المرحلة الأولى بنجاح، ربما ظن البعض أن فريق المسبار تنفس الصعداء، لكن ذلك لم يحدث. بعد شهور من السفر في الفضاء وقطع مسافة 493.5 مليون من الكيلومترات، يبقى التحدي الأكبر في هذه المهمة هو إدخال مسبار الأمل في مدار المريخ بشكل آمن. أصعب لحظة في عمر المسبار. 6 سنين من العمل يمكن تروح في دقائق. خمسين بالمئة من المهمات العالمية إلى المريخ فشلت. في لحظة يمكن يضيع الحلم. دخول المريخ مرحلته أصعب عن المرحلة الثانية. يمكن التحدي الأكبر هو أن تعمل حساب لكل شيء ممكن يحصل. إذا ما قدرنا ننزل سرعة المسبار إلى السرعة المطلوبة، بنطوف المريخ، ندخل الفضاء العميق ونفقد المهمة. هذا حلم الإمارات وحلم العالم العربي. لحظات توتر، أملنا كبير في مسبار الأمل. يجب أن يخفض المسبار سرعته التي تتجاوز 121,000 كيلومتر في الساعة إلى 18,000 كيلومتر في الساعة، والحل في استخدام نصف كمية الوقود داخل خزانات المسبار. في خلال نحو 27 دقيقة يمر المسبار بمرحلة الدقائق العمياء، حيث يجب أن تتم عملية المناورة بسرعة بطيئة جداً، كما أن زمن وصول الإشارات اللاسلكية للمسبار متأخرة. وقد تطول مدة إبطاء المسبار إلى نحو 42 دقيقة في حالة فقدان محرك أو اثنين، لكنه إذا فقد محركاً إضافياً ينتهي كل شيء. أياً كانت نتائج مراحل هذه المهمة، يكفيهم فخراً أنهم أثبتوا للعالم أنهم لا يعرفون المستحيل.